قالت منظمة الصحة العالمية إن المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بدأت في وسط قطاع غزة. وذكرت المنظمة أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى نحو 590 ألف طفل دون سن العاشرة في جميع أنحاء القطاع في أقل من أسبوعين ضمن الجولة الثانية من حملة التطعيم. ونفذت منظمات إغاثية جولة أولى الشهر الماضي بعد إصابة طفل بالشلل جزئيا بسبب فيروس شلل الأطفال في أغسطس في أول حالة من نوعها بالقطاع منذ 25 عاماً.